مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اليوم موضوع الدرس راح يكون عن المهمات من القواعد للوحدة السابعة لكتاب الطالب والنشاط. أول موضوع عندكم صفحة 73 من كتاب الطالب، الموضوع شد وماست. موضوع شد وماست والقاعدة عنه جدا مهمات، وأكيد أكيد أكيد المدرس راح يجيب لكم سؤال عن شد وماست. طبعا طلاب هواي يسألون مثلا يشوفون ست هذا كورس أول لو كورس ثاني، بس حتى تعرفون الفرق بين الكورس الأول والكورس الثاني، الكورس الأول يشمل أول 4 وحدات والكورس الثاني يشمل ثاني 4 وحدات، يعني الخامس والسادس والسابع والثامن. أوكي زين، إذا هذا كورس ثاني. أوكي شوفوا الفيديو اللي قبله اللي خاص بالوحدة السادسة والخامسة. شدوا ماست مهمات جدا. أنا كتبت لكم هنا قاعدة وكتبت لكم الفرق بيناتها، راجعوا صفحة 73. الموضوع الثاني هو agreeing و disagreeing، الموافقة والرفض. موضوع كل السهل، كل اللي عليكم أنه تحفظون I agree I disagree، تحفظوها. أنا أوافق، هنا أنا لا أوافق. You are right، أنت على حق. I think you are wrong، أنا أعتقد أنك على خطأ أو لست على صواب. فقط تحفظوها، أوكي؟ لأن المصطلحات اثنين، فقط تحفظوها. ممكن تجيكم جملة يكتب لكم سوي agreement أو موافقة أو disagreement، عدم موافقة، فأنتوا فقط هاي العبارتين راح تستخدموها فقط. هنا عبارتين وهنا عبارتين، صارت 4 عبارات راح تستخدموها بالجواب. موضوع كل السهل. ننتقل إلى المواضيع الأخرى. الموضوع الآخر اللي هو may و might، أيضا أنا شارحة لكم الموضوع في كتاب الطالب صفحة 77. أوكي موضوع مهم أيضا يجي بالامتحان، الفرق بين may والفرق بين might. عندكم القاعدة أمامكم إذا حابين تكتبون القاعدة. أوكي مطيتكم example أيضا عليها. may و might بمعنى ربما. أوكي تستخدم للتحدث عن الإمكانية، إمكانية حصول الحدث أو الشيء. اثنيناتهن تأتي في مستقبل أو الحاضر. مطيتكم أنا مثال، شوفوا بعد المي والمايت دائما يجي فعل خالي من أي إضافة. هذا لازم قاعدة لازم تحفظوها، أنا هنا ما ذاكرته بس أنتوا هنا اكتبوها، أنه بعد مي ومايت يجي فعل خالي من أي إضافة. ممكن تجي المي، ممكن تجي منفية أحط وراها نات. المايت تعتبر أقل تأكيدا من مي، وهنا نعطيكم مثالين. ننتقل إلى كتاب النشاط. بكتاب النشاط راح نطبق كل شيء أخذناه من قواعد كتاب الطالب، راح نطبقه بكتاب النشاط. عندنا شد وعندنا ماست من المواضيع المهمة. أوكي صفحة 95. عندنا صفحة 102 أيضا شد وماست. لا تنسون أنه هاي الوحدة السابعة هواي بيها معاني جديدة وهواي بيها قطع، لذلك القطع اللي بيها جدا مهمة. ظاهرة التصحر، أوكي عليها كوما أسئلة، معاني، معاكسات. لا تنسون تقرون الإنشاءات، هذا نموذج من الإنشاء الموجود عندكم صفحة 106 إي. فقط هذا ما يعنى بالوحدة السادسة. لا تنسون انه وايدكم تمارين، انا ما ذكرت كل التمارين، وايدكم تمارين مهمة. لا تنسون تقرون القطع، الانشاءات، معاني. انا اعطيتكم فقط بعض شوية من الانشاء، بعض شوية من القواعد. والى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا، لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك حتى يوصلكم كل شيء جديد.